لا يمر يوم الجمعه دون ان تاتي هذه الحشود البشريه الى شارع المتنبي بمختلف الفئات والاعمار مشكله تظاهره ثقافيه. هذا الشارع لم يعد حكرا على المثقفين والاكاديميين، فهو اليوم يشكل منبرا لمن يريد ان يعبر عن ارائه السياسيه في البلاد. فمن غير موعد مسبق يجتمع العراقيون في شارع المتنبي لقضاء يوم حافل بالعديد من النشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية، فضلا عن تنقلهم بين الخيم الشعرية وجلسات الأغاني التراثية والوطنية التي يتغنى بها الحاضرون حبا لبلدهم، لتصبح اليوم جزءا مهما من حياة المواطن العراقي. شارع المتنبي هو منتدى ثقافي حقيقة منذ زمان بعيد، يعني مو وليد اليوم، وكنا نعرف أن شارع المتنبي بالنخبة الثقافية العراقية بكل أطيافها بكل أنواعها بكل اختصاصاتها من الشعر والأدب والتأليف الكتب والقصص والروايات وغيرها. اليوم حقيقة ظهر هاي العشر سنين الأخيرة أصبح شارع المتنبي ليس ثقافيا فقط وإنما ثقافيا سياسيا من خلال التجمعات السياسيه اللي موجوده به، وهذا شيء حلو اليوم احنا انه الشعب العراقي كله متوحد من خلال خطاباته واراء الثقافيه واراء السياسيه، واصبح حقيقه منبر لشكوى على الحكومه وعلى الساسه وعلى المسؤولين العراقيين. اصبح شارع المتنبي هو المتنفس الوحيد لكل مثقفي العراق وفناني العراق، اضافه الى انه أصبح مكان لمن يريد أن يعبر عن رأيه السياسي، عن توجهاته، عن انتقاداته لممارسات حكومية. بنفس الوقت نشكر كل القنوات الفضائية اللي تتابع حركة شارع المتنبي وتتابع أخبار الفنانين من خلال شارع المتنبي اللي هو المتنفس الوحيد إنه، ونشكركم على حضوركم كل جمعة. مشكور نهر دجلة، مشكور شارع المتنبي، مشكور القشلة، مشكور المكتبات، جمعت العائلة العراقية وزرعت بذرة التطلع، ولو لتصفح عناوين الكتب ولو للالتقاء ببعض الشخصيات من رموز العراق. حقيقة هي فرصة لطيفة جدا أن تجتمع العائلة العراقية على مكان يجمعها. الحركة الدؤوب منذ ساعات الصباح الأولى، فضلا عن وجود العائلات العراقية التي خرجت للتبضع والتنزه في واحد من أقدم الشوارع البغدادية، جعل الناس يستنشقون فيه عبق الماضي والتراث العراقي الذي ما زالت رائحته تفوح في أزقة المتنبي. والله أحلى مكان، يعني صار لي 17 سنة بألمانيا وهي أول مرة أشوفه هنا وراي فترة طويلة، يعني والله مكان كلش حلو 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 حلو، كل شيء، يعني واحد يقدر أي مواهب عنده أو فتشي أو أي متنفس إله يقدر هنا يجي تشيشر الصدر. يعني قلت لك يعني كل العوائل وكل حتى اطفال عندي احفاد راح اجيبهم هنا حتى يطلعون ويشوفون ويتنورون بهذا المكان. روعه ورفعت راس هذا. بس يعني نتمنى ان يكون هذا المكان بعد احسن، يعني من ناحيه العمران، من ناحيه الاهتمام الدوله به، حتى يكون بمستوى الزائر، لان يحتوي على يعني كل ما يتمناه المواطن، رغم يعني الازدحام هذا والكثافه السكانيه الموجوده بالمتنبي، يعني ما يتخيلها احد بغير مكان بمستوى ثقافي الناس تصور حتى ترسل هاي المعالم الاثريه لاقربائها برا، المعارفها حتى يشوفون هذا الصرح الاثري من القديم، بس مع الاسف مهمل. مراقبون وأكاديميون أشادوا بالدور التثقيفي لشارع المتنبي وبكل المجالات الحياتية، هذا من جانب. ومن جانب آخر يرى مواطنون أن أروقة المتنبي أصبحت منصة لهم لينقلوا مشاكلهم وهمومهم عبر القنوات الفضائية، على أن يسمعهم أحد من المسؤولين ويحركوا ساكنا. جابر جمال، قناة رشيد الفضائية، بغداد.